زين يا جماعة، كلموني تيك توك مدحوا شغلي واللوحات اللي نسويها وطرشوا لي هالكانفس، يبوني أسوي عليها لوحة عشان يعلقونها هني في مكتب تيك توك. صار لي مدة أفكر شو أسوي إليهم، إلين ما استوعبت إن هذه أكثر لوحة مشهورة عندي. لأن اللوحة على تيك توك، فأول شي سويته رسمت اللوجو، بلون هالجزء من الخلفية. الحين هني بحط البنفسجي وبدمج، وآخر شي وردي وبعد بدمجه. بكمل الحين تلوين الرينبو. حطيت تيب عشان الخطوط تصير سيدة. أشيل الحين التيب، عدلت مكان التيب عشان أبدأ ألون السبيس اللي داخل بالأسود، وببدأ أرسم الغيوم. خلاص كملت اللوحة، إيش رأيكم بالنتيجة؟ تعالوا خلينا نودي اللوحة مكتب تيك توك. شان زين في تليبورت لدبي بهالسرعة والسهولة. الله. نعم فاكر نحط اللوحة. نعلق اللوحة.